سامسونج تكشف النقاب رسميا عن هاتف جالاكسي A21. اعرف عن مزيد من خلال الفيديو، لكن لا تنسى عمل اشتراك في القناة وضع لك الفيديو وضع تعليق وعمل مشاركة مع اصدقائك حتى نستمر بنشر المزيد ان شاء الله. يضم هاتف جالاكسي A21 شاشة من نوع انفينيتي او سوبر اموليد بحجم 6.5 انش وبدقة HD بلس ومعالج 8 نواة من نوع اكسينوس 7904 على الارجح، وذاكرة عشوائية بحجم 3 جيجا رام، وذاكرة داخلية بحجم 32 جيجا بايت قابلة للتوسع عن طريق ذاكرة خارجية مايكرو SD كارد ومستشعر بصمات في الخلف، فضلا عن بطارية بسعة 4000 ملي أمبير وتدعم شحن السريع بقوة 15 واط. والهاتف جالاكسي A21 الجديد يأتي كذلك مع كاميرا أمامية بدقة 13 ميجا بكسل مع 4 كاميرات في الخلف على شكل حرف L وبدقة 16 ميجا بكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميجا بكسل للكاميرا واسعة الزاوية وبدقة 2 ميجا بكسل للكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميجا بكسل أيضا للكاميرا المسؤولة عن استشعار معلومات العمق. وبصرف النظر عن الكاميرات فهذا الهاتف يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام اندرويد 10. وفيما يخص السعر فهذا الهاتف سيكلف المستهلكين $250 أمريكي.